الو يا ايوب، عامل ايه يا عم؟ هو انت اللي بتسال؟ الله يكون في العون يا سيدي. بقول لك ايه صحيح، يا سماح عامله ايه؟ غريبه يعني انك بتتصل بيا تسالني على سماح؟ ولا غريبه ولا حاجه، بس انا من شويه شفتها وهي بتركب تاكسي كده، وبعدين كانت لابسه لبس غريب ومدندش قوي، عامله شبه البرنسيسات، وعامله شعرها ايه وبتاع، كانها طالعه من فيلم عربي. والله رحت عشان الحقها راحت نطه في التاكسي على طول اتبخرت. طب بالراحه كده، واحده واحده.